شوف تربص البحرين مش تلعب ضد فرق كبيره وانتم تعرفوا تربص البحرين احنا ماناش ماشيين معنا باش نفكروا في الدوره في الكوب نفكروا في المشاركه نفكروا باش نترنوا الصباح نلعبوا العشيه معنا بريتم تحذيرات مع مباريات نقولوا الحظ انه مشينا البحرين لانك باش تحضر الفريق باش تكون في تدريب وفي مباريات هذه يتمنى كل مدرب وفرق على مستوى عالي نعتبر انه ايجابي عندك رساله لحباس السياسه اللي تنتظر منكم الكثير والله نقول جمهور نادي صفاقسي كما قلت سابقا ونكرر ان شاء الله نكونوا محل ثقه ان شاء الله نكونوا وعدنا لكم وعد صادق بالعمل نقول اليوم انا فرحان كي نشوف سته من شبان النادي الصفاقسي منهم اربعه لعبوا الاسبوع اللي فات اليوم سته اليوم لعب فريق النخبه قدم مردود كبير رانا نجهزوا في لاعبين ان شاء الله بالعمل والعطاء نكونوا بالعمل ثم العمل ثم العمل ان شاء الله نكونوا معكم في احلى فترات النادي الصفاقسي.